Thank you, President Sisi, for your warm welcome and hospitality. I'm very proud to be here today with the President of the Commission and the other colleagues to launch a new era in the European Union-Egypt relations. This strategic and comprehensive partnership between the European Union and Egypt is one that we have been strongly supporting دعمناها لفترات طويلة. وإن الإعلان المشترك الذي يوقع إنما يرسي لبنة هذه العلاقة وهي واسعة النطاق وتمنح الفرص للاستفادة منها. إن التأكيد والإعلان يبين ويؤكد أمرا كان دوما واضحا لنا في المنطقة. إن الاتحاد الأوروبي ومصر شركاء طبيعيين استراتيجيين بسبب الاهتمام بالأمن وأفاق الأمن والازدهار. مصر هي أقرب بلد في الجوار الأوروبي وهي بلد في الشرق الأوسط ولها دور محوري في البنيان الأمني للمنطقة. هذا الفصل الجديد في العلاقة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي يبين أن مصر إنما هي ركيزة الاستقرار في خضم التهديدات والصراعات وعنصر مثبت للاستقرار ينبغي الاستثمار فيه. وفي ذات الوقت إن مصر تصبر أغوار الكثير من التحديات في ظروف اقتصادية صعبة بما في ذلك الصراعات في غزة والسودان وليبيا وعدم الاستقرار في البحر الأحمر والتهديدات للأمن الغذائي والمائي والإرهاب وكذلك أزمة اللاجئين وطبعا الهجرة غير الشرعية. وعلى صعيد غزة نحن نتوجه بالشكر لقيادة مصر لتأمين مسألة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وكذلك القيام بعملية مساعدات إنسانية واسعة النطاق لإنقاذ المدنيين في غزة ووقف الصراع حتى لا يتشعب أكثر من ذلك وأن تقود الطريق لكي تؤدي إلى إنشاء البلدين أو الدولتين أو حل الدولتين. طبعا أنا ضد نزوح المدنيين ونحن نعرف عن حق قلق مصر الأمني ونسعى إلى حفظ السلام بين مصر وإسرائيل ونؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان أن الكل يعيش في سلام وفي أمن. وبالنظر إلى الوضع الصعب لغزة فإن قبرص مع مجموعة من الدول الشركاء والاتحاد الأوروبي تحت قيادة أرسلة رئيسة المفوضية الأوروبية قمنا بإنشاء محور إقليمي لتقديم مساعدات منقذة للحياة لغزة ونحن سعداء أن هذه المساعدات الضرورية بدأت بوصولها إلى غزة في الملايين ونعلم تمام العلم أن التحدي كبيرة وأن المساعدات غير كافية وأن مسارات البرية لإيصال المساعدات هي المسار الأساسي لإيصال المساعدات الإنسانية ولا يمكن التغاضي عنها ولا يمكن استبدالها بأخرى. وكذلك آمل أن نرى تعاونا وثيقا ما بين الاتحاد الأوروبي ومصر فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط وكذلك في عقد الانتخابات في ليبيا بسرعة وكذلك محاولة التعامل مع القوى العسكرية هناك وكذلك وقف إطلاق النار في السودان وتحقيق الأمن في البحر الأحمر وما يتجاوزه وطبعا في إقليم شرق المتوسط. اليوم إنما هو بداية علاقة قوية وتعود بالفائدة على الجانبين ما بين مصر والاتحاد الأوروبي. شكرا سيدي الرئيس.